ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على ازاي نعرف الشخص الحشري، الشخص اللي هو بيتدخل في شؤون الاخرين وبيتدخل في اراء الاخرين وكمان ممكن يضغط عليهم ويجبرهم ان هم يعملوا اللي هو عايزه. طيب سهل ان احنا نعرفه؟ طبعا سهل نعرف اي حاجة، زي ما قلنا لكم قبل كده في الفراسة نعرف اي شخص قدامنا كتاب مفتوح. طيب احنا عندنا اكتر من مكان نعرف الشخص اللي بيتدخل في شؤون الاخرين. عندنا اكتر من مكان. طب في اماكن تكفي لوحدها؟ في اماكن تكفي لوحدها. اول حاجة اسمها لوحدها تكفي اللي هي الانف. الانف هنيجي من هنا كده، هيظهر لك صورة دلوقتي الانف الايه؟ الشخص الحشري. هتلاقي الانف من المكان ده تحديدا، تعالوا نشوف كده، من هنا نازل جاي كده، جاي عامل زي قوس. ده بيتدخل في شؤون الآخرين. بيفرض آراءه عليهم، يقول له ده ما ينفعش وده الصح، وكمان يضغط عليه ان هو كلامه هو صح. طيب يعني بيظهر قدامنا الشخص ده بيعاملنا ازاي؟ بيجي مثلا الشخص ده لو ماشي في حاله كده لقى خناقه، بيعمل ايه؟ بيقوم داخل عايز، مع انه ما يعرفش حد من الناس اللي بتتخانق، بيخش يفك الخناقه وان هو مثلا بيعمل ايه؟ ان هو بيصلح الموقف اللي حصل او بيصالح الناس على بعض وهو ما عرفهمش اصلا. يعني هو ممكن موقف زي ده هما الاثنين صحابه بيتخانقوا وهما بيتخانقوا عادي، فانت تخش تلاقيهم بيتخانقوا مع بعض وممكن انت اللي تتنفخ بعديها، لان انت بتدخل نفسك في حاجات انت مالكش فيها، لانه انت ما تعرفش اساسا الاسباب ايه. عايز بقى تقعد، هيجي بقى يقول لك ايه؟ طيب استنى، انتوا بتتخانقوا ليه؟ فلان هيقول له اصل انا عملت كذا كذا وهو عمل كذا كذا وده كذا وده كذا، طب ينفع كذا، طب ينفع كذا. ما هو انت مش الحاكم بامره علشان انت تروح تقول ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. طيب عندنا ايه تاني نقدر ان احنا نعرف منه ان الشخص ده بيتدخل في شؤون الاخرين؟ عندنا الانف العريضه. انف من هنا كده، هتلاقي الفتحه دي عريضه لحد هنا كده كبيره، تمام؟ ولو لقينا فيها أرنبة أنف كبيرة أصبح إن هنا عايز يعرف المشكلة من الأول للآخر، بيتدخل في حاجات هو ملوش فيها أصلاً، هو عايز يعرف إيه المشكلة، بيتدخل في شؤون الآخرين، عايز يعرف الأخبار، عايز يعرف أنت بتعمل كده ليه، عايز يعرف، فضول زايد عنده، فبذلك إن هو الفضول ده بيتدخل في شؤون الآخرين فبالتالي الناس بتنفر منه. طيب أرنبة الأنف تكفي إن هو شخص بيتدخل في شؤون الآخرين؟ لا، ده شخص فضولي. لكن لو الأنف عريضة هو شايف وجهة نظره إن هو الحل اللي هو بيقدمه هو الأفضل، فبيتدخل ويجبر الناس كمان إن هي تقتنع برأيه اللي هو مين؟ اللي هو صاحب الأنف الكبيرة. طيب عندنا حاجة تانية تقول إن الواحد ده بيتدخل في شؤون الآخرين؟ عندنا مين؟ عندنا العيون الانتقادية، العين اللي هي إيه؟ نازلة من النهاية لتحت، اللي هو دايما مش عاجبه أي حاجة، دايما بيدور على المثالية، هما ناس كويسة، لكن الانتقاد ده بيزعل، لأن أنت لما تنتقد واحد بتتدخل في آرائه، بتتدخل في حياته، ده مش حلو، يعني أنت بتنتقده كتير، فبالتالي هو هيكرهك، مع إن أنت كويس. انت كده بتقول ان انت بتحل المشكله، انما انت كده بتعقد المشكله. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تلاقي واحد، قلنا قبل كده تلاقي واحد لابس هدوم، تقول له انت لابس الهدوم دي ليه؟ او ان انت تروح مكان تقول مش معنى انت حاطط الكرسي ده هنا والكرسي ده هنا، ده الكرسي ده لو جه هنا ولو الكرسي ده ما جاش هنا، ويشتغل بقى ايه في حوار ان هو ايه المنظم العام في المكان، فهنا بيتدخل في شؤون الاخرين. يعني انت مثلا لو داخل بيت واحد صاحبك وعندك العيون الانتقاديه دي، بص هتتلكك على اي حاجه عشان تعدل عليه، ده طبيعه داخليه في الشخص اللي هو صاحب العيون النازله. وانا نزلت حلقه ازاي ان انت ترفع العيون دي، والحمد لله ناجحه، يعني اللي جربوها نجحوا فيها والعيون اترفعت.
طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الاذن الكبيره اللي نازله لتحت، يعني هتلاقيها فين؟ هتلاقي حد الانف هنا نازل للدي، نازله لتحت هنا كده، حد الانف ده الاذن نازله لتحت بزياده. يعني ايه؟ يعني ان هو عنده دلوقتي واحد زائد واحد بيساوي اتنين، ما بيغلطش، مش عايز الناس كلها تغلط. فلما يلاقي واحد بيغلط بيتدخل ويقول له انت بتغلط في كذا وكذا وكذا وكذا، وممكن ينفعل عليه كمان، ممكن يضربه يعني في اكتر من كده، بس السمة دي لوحدها ما تكفيش. فاحنا لو لقينا ميول بسيط في العين او ارنبة انف كبيرة او طبعا الاولانية اللي احنا قلنا عليها في الانف دي بتكفي لوحديها، لكن الاذن ما تكفيش لوحديها، يعني لازم يتوفر معها حاجة تانية. انما هم اساسا الناس بيدوروا على المثالية، كل اللي بيدور على المثالية بيتدخل في شؤون الاخرين. ليه؟ لان هو شايف نفسه الافضل. اللي هم مين بقى؟ اللي هم صاحب الانف الكبيرة، الاذن اللي نازلة لتحت وكبيرة، العين اللي نازلة لتحت، الانف اللي هي جاية بمنحدر من هنا كده، جاية بمنحدر، والانف المدبب كمان بيحب المثالية، لان اللي هو الانف مين؟ انف الشكاك. ده كمان بيدور على المثالية. فهنا ده كمان بيتدخل في شؤون الاخرين، انت رايح فين؟ انت جاي منين؟ لو ليك اب مثلا بالشكل ده، او ليك اخ، او ليك صاحب، او اي حد في العيلة عندك ليه ان هو يسألك؟ فتلاقي نفسك ان انت لما بتيجي تخرج بتخرج بتتسحب علشان هو ما يسألكش رايح فين وجاي منين والكلام ده. كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اللي وصل معانا للنهاية ومعملش اشتراك، اشترك في القناة وفعل الجرس هيوصلك كل الاشعارات، واكتبوا لنا تحت في تعليق انتوا عايزين ايه في الحلقة الجاية، وما تنساش اللايك. سلام.